يا ترى مين هو؟ شو بيعرفني أنا؟ فكرته ديب، قمت قوصته. بس إن شاء الله تحبوا بعضكم. تيتي. شو تيتي؟ ليش شو المشكلة؟ بس لازم يكون في معه موبايل. يا الله مطفي. شو هدول؟ أوه دخيل اسمك يا ربي. أنا الأدوية تبعي خالصين كلياتهم. عم تاخد نفس أدويتي يا مسكين؟ وهلأ زبطت. الشاب إلك وإلي أدويته. لساتك شاب ومعك الضغط يا معتر. يلا شرحي لشوف. ليش؟ لك شو بك يا وسطه؟ لازم ننظف له الجرح تبعه. ليكي ما راح يصير له شيء، مبين عليه قوي كثير. أول شغلة هلأ مننظف الجرح ومنضمده، بعدين مننظف الجرح يلي براسه وبتخلص القصة. بس هالشاب كتير حليوة، ما عجبك؟ تيتي لك انتي مستوعبة انه قوصتي الشاب؟ بعرف قوصته، صارت من قبل، بتصير من وقت للتاني عادي. برأيي نحن لازم ننقله فورا على المشفى، بس ان شاء الله يا تيتي ما يروح يشتكي عليكي. لا انا واثقة ما بيساويها. يلا شو ناطرة شلحي؟ يعني من وين اجى هالشاب؟ لا منعرف شي عنه ولا معه هوية، ومطفي موبايله كمان. وانتي شو بدك باسمه؟ قولي له رجالي وهو بيقول لك الحلوة مرتي. تيتي الواضح انه مالك منتبه على الوضع والمصيبة اللي نحن فيها هلا. ايه منتبه، بس نصيبه يجي لهون. يلا شرحي اواعي. خير أمي شو بدك؟ تفضلي فوتي. أنا نفس طاهر لهلأ ما رجع وموبايله مسكر. شو خير؟ معقول ما رجع لهالوقت هاد؟ ما خبرك؟ ما بعرف وين راح، قال لي مشوار صغير وراجع. بسيطة. ما شاء الله ما شاء الله، شو هالظهر العريض، كأنه أرض مزروعة خصبة وما بتنتهي. عجبتك هالجملة ما؟ ألو علي. ايه لا تواخذني عم بتصل وفيقك، بعرف الوقت متأخر بس مضطر احكي معك. علي سؤال، طاهر اتصل فيك يا ترى؟ لأنه لسه لهلا ما رجع وموبايله مسكر. لا والله مصطفى ما اتصل. طيب إذا صار وحكى معك لكان خبرنا دغري لنعرف وينه. ايه أكيد طبعا. تمام يلا تصبح على خير. وانت من أهله. شو قال لك؟ يعني ما سمعتي شو حكيت؟ قال ما بيعرف شي، ما اتصل فيه طاهر، ما بيعرف عنه أي شي. إن شاء الله ما يكون عامل حادث. سكوت. فعل الله ولا فعلك مراد. حادث شو؟ برأيك وقت الحكي هلأ؟ يا الله دخيلك، طولي بالك، بيكون خالص شحن موبايله، ما بتعرفي لطاهر؟ تعب وحب يريح حاله بشيئرني. هي أكيد هيك القصة، هلأ شوي وبيرجع. يلا شباب بدلوا تيابكم على السريع، خلونا نطلع ندور وانتوا اشربوا شي شغلة سخنة. يلا استعجلوا.
مين طاهر؟ لا هذا علي. ألو علي، في شي أخبار عندك عن طاهر؟ لا والله أنا اتصلت لأسألك، ما رجع البيت؟ لا لسه لهلأ ما رجع، من مبارح ماله مبين. أنا والشباب بالليل دورنا عليه بكل الأماكن اللي بيروح عليها. ماشي مصطفى، أنا رح أدور كمان. طيب وإذا بيّن معك شي خبرنا فوراً علي. ماشي. تعي هزان، شوفي فاء حبيبك. خالتي مين انتو؟ الف الحمد لله على سلامتك، ومشان الله ما تواخذها لستي. سمعت صوت بالليل وطلعت قوصت وقعت وانضرب راسك، هلأ كيف حاسس؟ قلي انت منيح، كيف حاسس؟ منيح ما شاء الله عليه، صار مثل الغزال. انت منيح ما؟ أهلين عمي. اتصلت فيني أسماء وخبرتني شو صاير مع طاهر؟ والله ما رجع على البيت، مو مبين من مبارح، وكلياتنا مشغول بالنا عليه. هو مبارح مرق لعندي وطلبت منه يوصل أدوية لخالتك حنيفة. مين هي خالتي حنيفة؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.